هذا هو أحد مسارح مدينة قرطاج والتي اكتسبت شهرة في العصور السابقة، ولا تزال بعض الآثار شاهدة على تلك الحقبة في هذه المدينة. من مدينة قرطاج، وهذا أحد المسارح في هذه المدينة، وهذه القطة تلاحقني تظن أن معي بعض الطعام. للأسف ليس هناك قطة قرطاجية، ليس هناك من الطعام. هذه أحد المسارح الرومانية. الآن الساعة 4 بعد الظهر، هنا لا تزال تقام بعض المسارح. هذا هو المسرح الروماني أو أحد المسارح لمدينة قرطاج. هنا لا تزال تقام بعض المهرجانات للحفلات، حيث يستعمل هذا المسرح. من هنا دخلنا إلى هذا المسرح. طبعا تم ترميم جزء من هذا المسرح لكي يستقبل الزوار، ولا تزال هناك آثار ورشة عمل. هذه الأعمدة الرومانية موجودة في العديد من البلدان، حيث حكم الرومان هذه المنطقة شمال أفريقيا. يوجد منها أيضا في لبنان. هذه هي بقايا الأعمدة. على المدخل أعمدة أضخم، وفي الجهة المقابلة وعلى جهة المقابلة من الشارع بعض الآثار أيضا. هذه المدينة بأكملها كانت نقطة مهمة أو مدينة مهمة في العصر الروماني. هذا هو أحد الأعمدة الضخمة. في الطريق إلى النقطة الثانية، هذا هو الموقع الثاني، ما يسمى بالبيت الروماني. يمكن شراء تذكرة واحدة وزيارة جميع الأماكن في مدينة قرطاج، وهم 8 أو 9. سعر التذكرة هي 12 دينار، تعادل حوالي 4 إلى 5 يورو حسب سعر الصرف، وممكن استعمالها لزيارة جميع الأماكن وليس مكان واحد في كل قرطاج. معظمها يغلق أبوابه عند الساعة 5 عصرا، بالتالي لمن يأتي إلى هنا تنظيم الوقت صباحا في البدء بهذا الموقع وبالزيارات. في الخلفية يظهر أحد المساجد وقد رأيناه على الطريق.
وهو مسجد الإمام مالك، ولكن لا يمكن الدخول إليه طبعا من هذه الجهة. وهذه باقي الآثار الرومانية في تونس. معظم هذه الآثار هي تقع على البحر مباشرة، وعبارة عن قلاع كانت تستخدم للدفاع أو للعيش. هناك يظهر البحر الأبيض المتوسط من داخل مدينة قرطاج، أو أحد المواقع التي فيها بما يسمى بالبيت الروماني. أيضا ليس هناك متسع من الوقت لزيارة كل الأماكن في هذه المدينة. هذا هو مسجد الإمام مالك. رأيته من على الشارع، هو مسجد ضخم، لكن لا أستطيع العبور الجهة الأخرى بسبب الأسوار، فالدخول إليه من الشارع العام وليس من هنا. ومن هذه النقطة المشرفة على البحر، وطبعا كانت سبب في بناء هذا الموقع، الآن هذا الشهر هو نهاية شهر سبتمبر أو شهر أيلول، لذلك تبدو المنطقة شبه جافة حيث الأمطار طوال فصل الصيف لا تهطل هنا. وهذه هي الأعمدة الرومانية، ومن خلفها يظهر البحر. الموقع الثاني في مدينة قرطاج، وفي الخلفية يظهر مسجد الإمام مالك. وهي بقايا الآثار الرومانية والغرف. في الخلفية يبدو المرفأ، مرفأ تونس، حيث عبرنا على هذا الطريق في طريقنا من تونس إلى سيدي بوسعيد. هذه الأعمدة عن قرب، وما تبقى من هذه الآثار الرومانية من تماثيل وبعض الجدران.
إضافة إلى الفسيفساء على الأرض، بعضها مع مرور الزمن قد تشوه، ولكن البعض الآخر لا تزال واضحة الرسومات. مع نهاية هذا اليوم تنتهي رحلتنا أو ينتهي ما هو على جدول الرحلة، والآن العودة إلى مدينة حمامات في رحلة لمدة أكثر من ساعة تقريبا أو حوالي الساعة. هناك فيديوهات أخرى منها ما هو الطريق من حمامات إلى مدينة تونس، سأعرضه في فيديو آخر. إن وصلت إلى هنا وتابعت الحلقة فشكرا لك على الاهتمام، اترك تعليقا. من مدينة قرطاج نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.